اذكر أكثر الأشياء التي تقوم بحكها. شوف هيش سويت لأنه ذكرت الحك. شو تحك أكثر شيء؟ الرأس. الرأس. والرأس موجود، نعم ما أقدر أحك رأسي. هذه أبسط فروة الرأس، يعني أبسط حكي. أقول له والله مشغول ما أقدر أحك رأسي. وست لمياء شو تقول؟ الظهر. الجلد، جلد الظهر. خلينا نشوف موجود. موجود. وهذه أصعب حكة، لأنه إذا حكي الظهر وين أنطي وجهي؟ لو أكو بشي أحك بي، لو أروح أحك مثلا بالكنتور بالباب. خلينا نشوف. إذا أعلى احتمال. تفضل أستاذ أحمد وخلينا نروح وياكم. ست لمياء وأهلا وسهلا. و خلينا نشوف الأخت آية. الأخت آية شو تقول؟ اذكري أكثر الأشياء التي تقومين بحكها. شنو واحد شي يحك بيش؟ الأشياء التي نقوم بحكها طبعاً. اي خشم، خشمنا يحكنا. خشم. الأنف. صح. أخ أحمد شو تقول؟ اذكر أكثر الأشياء التي تقوم بحكها. حك مثلاً أذني. الأذن. نعم. وصادق. العين. العين. نعم نعم. ومرة أخرى ست لمياء. نعم. أنت شو تقولين؟ ممكن يكون الكتف أو الإيد. الإيد. الكتف أو الإيد. خلينا نشوف. نعم. الكتف أو الإيد. كتف. الكتف. نعم. خطأ أول، لأن إحنا من قلنا الظهر هو الجلد يعني. نعم. إذا الإيد والكتف، لأنه إذا هيش راح يقول والقدم والكعب والركبة، مو صح؟ نعم. أخذنا الظهر هو اللي أصعب شيء أخذوه بالاستبيان. نعم. إذا باقي عندنا شقد؟ احتمالين وعدكم خطأ واحد. وآية. البطن. خطأين. خطأين. باقي خطأ واحد. انتبهوا، تفقوا، تشاوروا فيما بيناتكم. وأخ أحمد يلا اذكر أكثر الأشياء التي تقوم بحكها. الأبط. الأبط. ثلاث أخطاء احنا قلنا. الجلد بصورة عامة. جوز الجلد بصورة عامة. الظهر هو أصعب شيء، أما أبط، كتف، إيد، هذا كلها تحصيل حاصل. يعني يقدر كان ممكن يقول الجسم كله. من قلنا ظهر انتقلوا لأشياء أخرى. عين، إذن. أوكي خلي نشوف. الحسيني. 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 باقي احتمالين من سبع احتمالات. أريد واحد من عنده وتاخذوه. فكروا بأشياء يعني أخرى.